من هذه القاعة كانت بداية المسؤولية على رأس الأمانة الإقليمية، ومن هذه القاعة سنودع مسؤولية الأمانة الإقليمية، ولكن لن نودع النضال داخل حزب العصارة والمعاصرة. صراحة أشكر الأخ والصديق والعزيز السيد نائب البرلماني جواد الشامي وجميع مناضلي ومناضلات حزب العصارة والمعاصرة، واللي صراحة يعني طلبوا مني جميعا أن أتحمل المسؤولية مرة أخرى، ولكن إيمانا مني بالتناوب في تحمل المسؤولية كمبدأ أساسي، سأناضل من أي موقع كان داخل حزب الأصالة والمعاصرة الإقليمية في وقت جد صعب، كما صرح السيد الأمين العام الجهوي نظرا لما كانت تعرفه مدينة مكناس تدبير المرحلة الانتخابية. وبمجهودات السيد نائب البرلماني الأخ جواد الشامي مناضلي ومناضلات حزب الأصالة والمعاصرة استطعنا جميعا بعمل كفريق أننا ننجحوا في المرحلة ديالنا، والنجاح كان بتسطير برنامج عمل لتدبير المرحلة الانتخابية. هذا البرنامج الذي تم تسطيره يعني بلقاءات تواصلية ولقاءات تنظيمية، حيث حاولنا على مستوى الأمانة الإقليمية أن نعقد مجموعة من اللقاءات التواصلية على مستوى الإقليم. قدمنا تقسيما لتراب جامعة مكناس، وعقدنا مجموعة من اللقاءات التواصلية إلى في ترسيخ مبدأ ديال الأحزاب السياسية، وهو القرب من المواطن والاستماع للمواطنين. وهذه اللقاءات التواصلية هي اللي أعطتنا اليوم مجموعة من الوجوه اللي هي حاضرة معنا، واللي تنتمنى أنها تستمر معنا داخل حزب الأصالة والمعاصرة، وتناضل من موقع داخل الحزب للترافع على قضايا ومشاكل الساكنة. بالإضافة إلى اللقاءات التواصلية اللي عقدناها على مستوى تراب جامعة مكناس، عقدنا مجموعة من اللقاءات التواصلية يعني برفقة النائب البرلماني، مجموعة من المناضلين والمناضلات ديال حزب الأصالة والمعاصرة، بمجموعة من الجامعات على مستوى الإقليم. وبالتالي لأول مرة حزب الأصالة والمعاصرة على مستوى الإقليم لتوجدنا، ودرنا تغطية تقريبا ديال 80%، ولهذه أول مرة لتوصل لها الحزب التغطية ديال انتخابات الجماعية والبرلمانية. الحمد لله بعد هذه اللقاءات اللي عقدناها على مستوى الترابي خرجنا بتصور عام، وهو وضع دخول انتخابات جماعية. ممكن نقول لكم أنا جيت سعيد اليوم بأن لأول مرة حزب الأصالة والمعاصرة يحصل على مقعد برلماني بإقليم مكناس، وأنا أمين الإقليمي. والمقعد البرلماني ما جاش من فراغ، ولكن جاء بمجهودات جميع المناضلين والمناضلات لأمن بالمشروع ديالنا، وكذلك بتوفير جميع ظروف الاشتغال واللي كان اللي يشرف عليها السيد النائب البرلماني الاخ جواد الشامي. بعد انتخابات البرلمانيه بطبيعه الحال الحزب كما قلت لكم يعني متواجدين في مجموعه من الجماعات، وبالمناسبه السيد رئيس جماعه ترقاوه اللي تيحضر معنا واللي ترحبوا به مره اخرى، واللي تنسيروا في عده جماعات على مستوى مكناس. كان للحزب موقف آخر، والحمد لله أننا كنا صائبين. ها هي اليوم نلاحظ جميعا تخبط في التسيير والتدبير ديال الشأن المحلي، وموقف الحزب كان صائب. بعد انتخابات وضعنا برنامجا آخر تماشيا مع التوجه الوطني ديال الحزب والمذكرة الوطنية التنظيمية التي أصدرها الحزب، حيث أشرفنا على مستوى الأمانة الإقليمية بهيكلة الأمانات المحلية،
حاولنا اننا نهيكلوا ثلاثه ديال الامانات المحليه بمنطقه شرقاوه منطقه زرهون اللي تم تعيين الاخ فاضل المدني واد جديده. واش عينتي ولا صوتتي؟ صوتنا صوت الاخ سويح بمنطقه واد جديده والاستاذ الجالي بجامعه مكناس. هذه الامانات المحليه كانت فرصه مره اخرى اننا مشينا واستمعنا الساكنه ما بعد الانتخابات، كذلك كانت خرجنا بواحد التصور اننا وضعنا واحد اللجنه بالتنسيق مع السيد النائب البرلماني. هذه اللجنة هذه واللي هي راه الإشارة ديال جميع المناضلين والمناضلات اللي غادي تنسق ما بين الساكنة والمناضلين والسيد النائب البرلماني باش نترافعوا على جميع القضايا، لأننا حنا فاش مشينا وسمعنا الساكنة والمشاكل ديالهم، هذه المشاكل ديالهم خاصها توصل لمواقع القرار، ولذلك ترتعت الأمانة الإقليمية بالتنسيق مع السيد النائب البرلماني باش نديروا لجنة ديال التنسيق والاستماع لجميع المشاكل ديال المواطنين والمواطنات. وهذه لاول مره على مستوى الاقليم بكناس تدار. بعد الامانات المحليه اليوم حزب الاثار والمعاصره كما تتشوفوا معنا جميع حاضر جميع المناضلين ديالو. فتحنا باب الانخراط التحقت مجموعه من الوجوه الجديده شباب نساء، وتنقول لكم بلأن اليوم كان بإمكاننا نديرو 500 ولا 600 ولا 800 ديال المواطنين والمواطنات، ولكن هذا لقاء تنظيمي داخلي راعينا فيه مجموعة من المعايير وهي الانخراط، انخراط ديال الحزب معيار باش تحضر المؤتمر الإقليمي. واليوم هذه رسالة لنقول للجميع بأن حزب الأصالة والمعاصرة بمكناس في صحة جيدة، وحزب الأصالة والمعاصرة بمكناس أسرة واحدة. اليوم سنصوت على الأمين الإقليمي الجديد والكتابة الإقليمية، أتمنى يعني أتمنى من أن يكون أمينا إقليميا شابا يتحمل المسؤولية، أمينة إقليمية شابة تحمل المسؤولية، وسنكون جميعا معه يدا في يد، لأننا نحن دائما كما قلت على مستوى الاقليم نشتغل كفريق وليس كشخص، وهذه هي اللبنه الاساسيه اللي نجحتنا اليوم باش نكونوا جميعا. اللي يمكن نقول المهمه ديالي هو تقييم المرحله الانتخابيه، هذه هي المهمه ديالي اليوم. اشكركم جميعا جميع مناضلي ومناضلات حزب العصارة والمعاصرة، عبد ربي راه على إشارة الجميع، شكرا لكم، شكرا لكم.